بعد كده بقيت بتتصل عن طريق الابليكيشن، فبتجي لك الحاجه لحد عندك في البيت، واصبحت تدفع دون ان تفكر كثيرا، دون ان تفكر ماليا. بقى والله بدل ما بشتري، يعني كان زمان انا اللي اعرفه مثلا ماما كانت تشتري الحاجات مثلا لو مش بالشهر تبقى بالاسبوع، يعني الحاجات اللي هي زي اللحمه والفراخ والسمك والمش عارف ايه، لو مش بالشهر ممكن يبقى بالاسبوع. الجبنه بتتشرى بالاسبوع، اللبن بنشتريه لما اللبن بتاع زمان اللي كنا بنروح نشتريه من عند الراجل او الراجل اللي بيعدي بالبلين بلين، نعرف ان بتاع اللبن جبن الجرس بتاعه فنقول له احنا عايزين قد كده الى اخره. بعد شويه بدات تظهر الالبان المعلبه، ماشي، فدي بقت بتتشرى برضو بالاسبوع، التاني كان بتشرى باليوم. ده كان بيظبط الميزانيه، شغل زمان ده كان يظبط الميزانيه، لانه انت اولا حاسب ميزانيتك ايه، عارف انت عايز ايه، بتشتري كل احتياجاتك على بعضها مره واحده، المشوار اللي حضرتك كنت بتروحه علشان تشتري الحاجه من عند البقال هو مشوار واحد ولو حتى اسبوعيا، مشوار الجزار الفرارجي السماك ده المشوار الشهري، الحاجات زي المكرونه والرز اللي بيسموها النواشف داخل المطبخ نفس القصه بالشهر ان لم يكن باكتر، فكنت دائما تستطيع الحصول على صفقات. اولا انت عارف ميزانيتك، عارف بتصرف ايه، كام، في قد ايه، ايه خلص ايه ما خلصش، كلام من ده. دلوقتي لا، ما انتش عارف الميزانيه، اسال اي زوجه بتشتغل ما بتشتغلش مصروف البيت كام، ولا هتعرف تقول لك حاجه ولا الهوى. ليه؟ علشان بيشتروا على القد. ايه ده، الجبنه خلصت، كلم السوبر ماركت يبعت لنا جبنه. طيب الفاكهه كنا برضو نعمل حاجه زي كده، يعني كان يبقى حتى الجمله الشهيره يقول لك ده راجع بالجورنال والبطيخه، اه رب الاسره راجع بكيسين الفاكهه وهو مروح. في احوال اخرى كانت بعض الاسر تعمل ايه، تروح زمان قبل بقى اسواق العبور وسوق 6 اكتوبر والكلام ده، كان فيه رود الفرج، فكان زمان في ناس بقى ايه ليها خلق الحاجات دي او تحب الكلام ده، فينزل على رود الفرج يشتري الخضار والفاكهه بالقفص، عديه قفص الزغنطط ده، اشتري بالقفص، يلا يا جدع اخد بعضه، الحاجه اتحطت في البيت، الله البصل مش عارف بيتعلق في البلكون ولا بيتحط مش عارف في الدرج، التوم بيتعلق في البلكون ده اللي انا فاكره كويس الى اخره، خضار وفاكهه وحاجات ومش عارف ايه، والفراوله نعمل ايه حطها في الفريزر، المانجا ده احنا بنحب المانجا صيف شتاء، طب في الموسم بتاعها هنستهلك المانجا اللي احنا عايزينها، وفي مش الموسم بتاعها هنعصرها كل حاجه عند المصريين كان ليها حل. وعندما تخلينا حصل باظت، باظت خالص، ده اللي حصل، الميزانيه بتاعتنا عماله بتخرب. طيب هل الحل في إنشاء أسواق للنص جملة؟ فنبدأ نسيطر على كم الجشع المخيف لدى، أنا مش هقول بعض، أغلبية التجار. خلينا ناخد معانا على التليفون دكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. إزيك يا دكتور هشام؟ مساء الخير يوسف بيه، تحياتي لحضرتك. مساء الفل، إيه الأحوال؟ تمام. يمكن الرئيس اقترح مسألة أسواق نص جملة قد تساهم في السيطرة على الأسعار، وأنا عملت أظن سمعتني مقدمة طويلة عريضة على الماضي الجميل الذي كنا نعيشه في جيلنا أنا وحضرتك زمان، وكنا نشاهد أمهاتنا وأبهاتنا بيتعاملوا إزاي مع مصروف البيت. صحيح، يمكن حضرتك ألقيت نظرة سريعة على الماضي، ليس البعيد كثيرا لكن البعيد قريبا، والحقيقة يمكن خلينا نشير لعدة أمور. الأمر الأول أنه الدولة لا تولو جهدا في مسألة بذل مجهود من جانب الدولة ككل في أن تصل للمواطن أي حيثما وجد في أبعد مكان، وده الحقيقة مجهود كبير للغاية. فإحنا الحقيقة في هذا الإطار مهم أنه الأسواق المختلفة تصل لكافة المواطنين، لأنه قد يكون في بعض الأماكن البعيدة اللي ما فيهاش أو ليس قريب منها أسواق، ففي هذه الحالة بتنتشر فكرة الاستغلال والجشع من جانب المنتج البائع التاجر وما إلى ذلك. وبالتالي هي الدولة في اتجاه استراتيجيتها أنها توسع وتتعدد منافذ التسويق المختلفة والبيع المختلفة، وهنا الحقيقة مهم أن يكون في إطار من التكامل بين بحيث أنه كافة
ادوات ووسائل التسويق والمبيعات تكون متاحه، بمعنى اسواق الجمله تكون متاحه، اسواق النصف جمله تكون متاحه، الاسواق الصغيره جدا اللي هي زي ما حضرتك اشرت البقال وغيره يكون متاحين. مؤكد انه كل ما بتزيد منافذ التوزيع كل ما ده بينشط المنافسه، بيضغط على الاسواق، وده بيكون في مصلحه المستهلك او المشتري سواء كان بياخد جوده افضل او سعر اقل. فكل ما بتتزايد هذه النوعيه من الاسواق كل ما ده في النهايه بيصب في مصلحه المواطن العادي. لما نضيف لده حاله الاستغلال والجشع اللي احنا فيها الكل بيعاني منها خلال الفترات الاخيره، بالتاكيد يبقى احنا في امس الحاجه في هذا التوقيت انه كل ادوات واليات البيع المختلفه تكون متوفره. لكن يمكن حديث حضرتك الحقيقه اشرت لمساله هامه للغايه، يمكن الحقيقه الجزء الاكبر من المواطنين بيتغافلوها الحقيقه بطيب خاطر، يعني وهي فكره انه احنا ما عندناش في الوقت الحالي، وده الحقيقه كان مغاير لما كنا عليه فيما سبق، ما عندناش المنهج المنطقي لتوزيع الدخل. يعني احنا للاسف الشديد بنكون مدفوعين في بعض الفترات بفكره الشوبينج او فكره البروموشن او العروض، فبننزل بيبقى مرتبين حاجات وبنرجع بنكتشف ان احنا جايبين حاجات اخرى ما كانتش في الاجنده. ومهم جدا انه الدخل يكون بيوزع، واحنا الحقيقه يمكن افلام الجميله بتاعت زمان الحقيقه كان بيجي رب الاسره بيبتدي يبص على الدخل ويبتدي يوزعه التوزيع المنطقي. ايوه هذا الامر الحقيقه احنا يعني ما بقيناش نشوفه كتير. ويمكن من الامور الضاغطه ايضا استسهال ادوات الريتيل الفيزا والماستر، واحنا مش حاسين، والحقيقه هذه الاليات تكلفتها عاليه جدا فبتخلق مزيد من الضغوط على دخل الاسره. فخلينا نقول انه عندنا يجب ان يكون هناك في منهج وتوزيع منطقي للدخل، جزء للمأكل والمشرب، جزء للمسكن، جزء للرعاية الصحية، جزء للترفيه وما الى ذلك. بالتأكيد التعليم كمان بيحصل على جزء كبير من الدخل للي عندهم اولاد في مراحل التعليم المختلفة. فمهم جدا انه هذا التوزيع المنطقي يحكمنا في التصرف، لانه الحقيقة جزء كبير من المواطنين بيتناسى هذا الامر، وبعدين يكتشف انه الدخل انفق في ربع او نص الشهر، وبالتالي بيعيش المتبقي من الشهر لحد لما الدخل الجديد بياتي ليه بيعيش في ظروف صعبه للغايه، وبيبقى محطوط تحت ضغوط، والضغوط الاقتصاديه او الماديه بتؤدي ليه ضغوط اجتماعيه ونفسيه، ونشوف مشاكل كبيره للغايه. فمهم جدا ان احنا نستعيد مره اخرى ذكريات الماضي، ونبتدي نشوف اجدادنا كانوا بيعملوا زي ما حضرتك كنت بتشير لي المقدمه، انه مهم جدا انه يكون عندنا في منطق في توزيع الدخل. والحقيقه المنطق ده ما يبقاش منطق الشخص، ده يبقى منطق الاسره ككل، يعني الاسره ككل تقعد مع بعضها، عندنا السكن هيبقى ليه كذا، فواتير الثابته ميه كهرباء غاز وما الى ذلك هيبقى ليها كذا، المأكل هيبقى ليه كذا، المشرب كذا، الترفيه كذا، التعليم كذا، فبتتوزع المسائل وبيبقى في حدود للحركه فيما بين اي بند والاخر. فالحقيقه هذا المنهج احنا الحقيقه محتاجين ان احنا نستعيده مره اخرى، وهو ده بالمناسبه اللي بتعمله اعتى الايرادات على مستوى العالم في كوبدا المؤسسات طبعا. احنا بنشوف الموارد بتيجي منين، وبنشوف النفقات بتيجي منين، وبنحاول ان احنا نعمل ماتشنج او توافق فيما بين الدخل اللي جاي والنفقه او المصروف اللي خارج. هو ده اللي بيخلي في رشد، ودي الحقيقه مساله مهمه جدا، مساله الرشد في اتخاذ القرار، انه القرار اللي انا باخده يكون فيه اسباب تقول او تؤكد ان القرار اللي انا خدته قرار صحيح او ما فيهوش نواقص. الحقيقه مساله مهمه جدا. المشهد الشهير زي ما ذكرت كده، المشهد السينمائي الشهير اللي يمكن كمان من المشاهد البارزه بتاعته عبد المنعم مدبولي وكريمه مختار في الحفيد، او عماد حمدي وتحيه كاريوكا في الجزء الاول. صحيح. احنا بنتكلم على الورقه اياها اللي قلت عليها، ورب الاسره يقعد يكتب وبعدين يقول لها دي بينها خرمت ولا ايه، لا ده احنا لازم بقى نشيل، طب انا هلغي البند ده، وهكذا. هذه المفاضلات للوصول الى الاستغلال الامثل للدخل. بقعد افكر كتير في انه في ساعات كتير بتبقى هناك نصائح كده تتحط زي باي تشارت، فيقول لك مثلا والله تخلي فيه 20% سيفنجز او ادخار. صحيح. وتخلي مثلا، انا بقول كلام يعني انت ادرى مني بيه، يعني انا بس بفتي، يعني انا مش عارف، 10% ازمات. خليني اضيف انه الدخل في العالم كله بيوجه لثلاث مسارات. حلو. الجزء للاستثمار، وجزء للادخار، وجزء للاستهلاك. كل ما الدول بتعد اكثر تقدما كل ما الاستثمار يزيد والادخار يبقى اقل والاستهلاك بيبقى اقل.
في الدول النامية عادة بتبقى الآية معكوس، إنه الجزء الاستهلاك هو الأكبر والاقتصاد بيقل والاستثمار تقريبا ما بيبقاش موجود، منعدل. لأنه الاستثمار بيبقى محتاج ثقافة، محتاج خبرات، محتاج تعليم، محتاج قدرة على تقبل المخاطر وقدرة على اتخاذ القرار ومعرفة وإتاحة للوقت. كل ده الحقيقة في الدول النامية عادة ما بيبقاش متاح، فبنلاقي تقريبا مش بقى الجزء الأكبر من الدخل رايح في الاستهلاك، ده تقريبا الدخل وزيادة رايح في الاستهلاك، وده اللي احنا بنسميه الادخار السلبي. زي ما كنت بتكلم على ادوات الريتيل، هو دخلي قليل بس انا معتمد على الفيزا او الماستر، فانا بقترب من البنوك بتكلفه بتكون في الغالب هي الاعلى، وده بيخلق مشاكل كبيره وقت الازمه. بمعنى ان احنا مهم جدا انه وقت الرخاء لازم يكون عندنا زي ما الدوله كده عندنا بتعمل حاجه اسمها البافر زون او هامش الامان او الاحتياطي الاستراتيجي، اللي هي يمكن السيد رئيس القرار الاشهر لما خد استخدم الاحتياطي الاستراتيجي في خلال جائحه كورونا ال 100 مليار اللي استخدمها. مهم جدا انه زي ما الدوله بتفكر بمنطق من الرشاده، انه كمان المواطن يفكر بمنطق من الرشاده، بمعنى انه لازم يكون عنده هامش امان ركنه كده على جنب، اللي هو السيفنج بقى والادخار، علشان اذا ما اشتدت الازمه يكون عندنا نفس نقدر نتعامل. لكن هي مشكلتنا ان احنا وقت الرخاء بننسى نفسنا، ونيجي وقت الازمه للاسف بنكون موجودين تحت ضغوط عنيفه جدا. والحقيقه المساله اللي انا بحذر منها انه الضغوط الاقتصاديه عامله ضغط عنيف جدا على الابعاد النفسيه والاجتماعيه، وبالتالي احنا محتاجين احنا نتجنب كل هذه المشاكل اللي بتهز المجتمع. 100% مظبوط. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر دكتور هشام ابراهيم، استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهره.